في أمنية أنت حاليا ماخذ طريق وعم تسعى إلى تحقيقها؟ للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي، وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي، ولكن بما إنه القراءة عاطفية، في شخص أنت عم شوفك في طريقك إلى إنك بدك توصل لهالشخص، بدك تقابل هالشخص، بدك تحكي مع هالشخص، أو حتى ممكن عم تستنى مبادرة أو رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه. بالنسبة لطاقة حبيبك أو طاقة شريكك، عم شوفه ممكن الأبراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية، ممكن يكون برج الحمل، برج الأسد، الغالبية أبراج نارية أو ترابية، بس ممكن يكون أي برج آخر. لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه، عم شوفه عم يتطلع عليك من بعيد، أو عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد، ما عم شوفه عم ياخد أي خطوة حاليا بأنه يتقدم نحوك أو جهتك، لأنه العامل المشترك اللي بينكم إنه في طرف منكم رافض عرض حب أو رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم، في ريزيستنس أو في طاقة صد أو طاقة رد بينكم الاثنين. فعم شوف أنت الإشياء اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها، أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد. نظرته إلى العلاقة ممكن تكون نظرة very authoritative، أو كتير مثل نظرة عمل أو بزنس، أو نظرة كتير حادة، نظرة كتير قاسية. يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة، وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك أيضا. يعني ممكن يكون في أيضا، مش فقط ناري برجه، ممكن يكون ناري وترابي، يعني بالخارطة الفلكية عنده في إشي ترابي، لأنه الأبراج الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كتير. أيضا عم يشوف الشخص إنه أفضل طريقة لحل الأمور بينكم حاليا، أو أفضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا، إنه هو يمشي أو ما يتخذ قرار، أو فقط observing أو يراقبك أنت، يراقب تصرفاتك أنت، أفعالك أنت، لحتى يعرف ياخذ قرار. أيضا إذا كنت أنت من النوع العصبي أو متقلب معه، هالشخص عم يحاول إنه يحتويك أو يحتوي العلاقة. ممكن أيضا عم يحاول يسيطر على غضبه، على تهوره أو الطاقة النارية اللي فيه. عم شوفه كتير عم يحاول إنه يكتم هالطاقة أو يتحكم في غضبه. بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان، عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما أو بشأن العلاقة اللي بينكم. في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل، ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون في نزاع ومشاحنات، سواء كان مع هالشخص أو سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم، لأنه في كومبيتيشن هون، في منافسة هون. يعني ممكن يكون في بينك وبين الشخص أيضا منافسة، ممكن أنتوا الاثنين، لأنه عندك
كينج هون وعندك ملك أيضا هون، فالشخصيتين هدول شخصية قوية، شخصية متحكمة، شخصية متسلطة، فعم شوف ممكن بينكم يكون في صراع على السلطة. انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة. ممكن ايضا انت اللي، للبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص، ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة، مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي، وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي، لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر، فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي، ولكن انت مستعد انك تحط هالمجهود. ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة، او قادر على انك تتحدى هالشخص وجها لوجه. بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل، حبيبك عم يستنى خبر منك، عم يستنى تواصل معك أو كونكشن معك، لأنه 3 of Wands بتحكي على عم يستنى خبر منك، أو عم يستنى هالشخص رسالة منك. أيضا هالشخص بده تكملة بالعلاقة، أو بده يوصل إلى نهاية أو حل بالعلاقة، أو بده يختار قرار أو اختيار بالعلاقة. إذا في بينكم بعد بالمسافات، أنت في بلد وهو في بلد آخر، لأنه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة، هالشخص بده هاد سايكل أو هاد دورة توصل إلى اكتمال. يعني بده، عم شوف أيضا الطاقة المشتركة اللي بينكم Ace of Wands، يعني هالشخص بيطمح إلى بداية جديدة بعلاقتكم. بدي أوضح فقط للشخص الآخر، هو هل عم ينتظر، يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا، أو اللي مش عم يحكوا مع بعض حاليا، ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار، ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك. ممكن أيضا هالشخص يكون هو الشخص اللي أنت مخطط أو ناوي تروح لعنده، أو تروح في طريقه، لأنه أنت في طريقك بدك تروح إلى حلم أو إلى أمنية أنت بدك تحققها، شخص أنت بتعتبره وش، بتعتبره أمنية. فبدنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون، القرار هو رح يوصل إلى اتخاذ قرار، بس أنا بدي أوضح شو هو القرار اللي رح يتخذه هالشخص. عم شوف لسه بقراره، حتى أيضا بكرة التوضيح، إنه هو عم ياخد قرار بالصمت، أو عم ياخد قرار بإنه يتمسك بموقف معين هالشخص. ممكن أيضا عم تتعامل مع برج العذراء، إنه هالكرت بيتبع برج العذراء أو برج ناري، والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معه مبين إنه هو شخص عنيد، لأنه في نقطة هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره أو يتنازل عن يتنازل عن كرامته أو يتنازل عن اختياره، إلى أنه هاي هالكرت نفس هالكرت 3 of Wands، إلى أنه مستني خبر منك، مستني إشي
منك، مستني ردة فعل منك، رسالة، خبر، ولكن هو مش مستعد إنه هو اللي يقوم بالمبادرة الأولى أو بالخطوة الأولى، ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى إلى بداية جديدة معك. ممكن أيضا لأنه مبين، أوكي، فذا فول كارد، فمثل ما حكيت لك يعني هاي ايس اوف وانز، بدايات جديدة. أيضا ذا فول كارد ممكن تكون شخص عفوي، علاقة عفوية، تواصل عفوي، فهالشخص بيريد هالإشي، بده هالإشي منك. بتوقع طاقة الريزيستنس عم تيجي أكتر منك أنت، من برج الميزان، عم تيجي أكتر منك، لأنه بكروت النصيحة وأيضا بالطاقة اللي محيطة فيك أنت اللي أكتر عم حسك عم تفل أو عم تبعد أو مستعد إنه تعمل المستحيل مشان تثبت وجهة نظر معينة. أيضا ممكن تكون أنت متناقض بشأن شخصين أو بشأن شيئين، ولسه ما اخترت أو ما وصلت إلى قرار نهائي، أو عم تشوف إنه أنت ممكن تكون محتار أيضا بين نقطتين، نقطة إنك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية، أو إنه بدك العلاقة تكون جدية، لأنه مش واضح عندي أنت هون شو بدك. يعني في فقط disappointment أو في خيبة أمل من الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص، ولكن ممكن تكون أنت متناقض بين هالفكرتين. ممكن يكون في جانب منك بده العلاقة تكون smooth و easy going وبسيطة، وفي جانب آخر منك بده العلاقة تكون جدية أكثر. فممكن أو أنتوا الاثنين لأنه طاقة مشتركة، فممكن أنتوا في حيرة وتناقض من أمركم، إنه أو في حتى خوف ممكن أو توتر أو قلق من إنه إذا ممكن تكونوا أنتوا أصدقاء، ففي خوف من إنه إذا تطورت العلاقة بينكم أو إذا عطيت مجال للعلاقة إنه تكون جدية، إنه ممكن تخرب الأشياء الأخرى اللي بينكم، ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم، أو ممكن إذا فشلت العلاقة الجدية ممكن إنه يعني تخسر هالشخص أو هو يخسرك إلى الأبد. ففي خوف من هالناحية، في تشوش من هالناحية، في عدم القدرة على الاختيار بين إنه العلاقة تكون عفوية أو تكون جدية. مش مبين إنه في تواصل بالفترة القريبة هاي، يعني بها الشهر، ولكن الطاقات دائما تتغير، يعني على حسب تصرفاتك أنت، على حسب اختياراتك أنت بتتغير. ولكن من الطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتوا الاثنين حاليا في فترة اختيار لقرار معين، او في مفترق طريق انت وهالشخص، مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقضوه في شوية عزلة أو انفصال على بعض، لأنه عم شوف هالشخص. أيضا لا تنسى إنه كرت The Hermit شخص عم يبحث عن التنوير، التنوير الذاتي، التنوير الروحاني، فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا أيضا مثلك، ممكن يكون عم يلجأ إلى التاروت، ممكن يكون عم يلجأ إلى الأبراج أو أي إشي يخص السبيريتشواليتي أو يخص الروحانيات. فهالشخص حاليا عم يشوف هذا هو طريقه، سواء كنتوا مع بعض أو مش مع بعض، انت وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات أكثر، تنوير النفس أكثر، بالذات انه انت
عم تبحث على أمنية معينة. أوكي، فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير، ولكن انتو حاليا في رح يكون هالشهر فترة يعني أو وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب أمورك بخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا إلى قرار. أيضا هالشخص عم يفكر، فالطاقة مبين إنه رح تكون لسه سموذ، لسه هادية، ما رح يصير أي في أي تغيرات مفاجئة. أوكي حبايبي برج الميزان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.